السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله قاعد تكونوا غايه وصحتكم بخير يا رب العالمين. المشتركين الجدد نقول لهم مرحبا بكم عندي في القناه، وفعلوا زر جرس عفوا باش يوصلكم قاع الجديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم شخشوخه، بصح ما هي لا بسكريه ولا عنبيه ولا سطيفيه. يعني نعرف ناس الشرق يديروها بواحد الطريقه خاصه، يعني معروفة عنهم كما هي، هم يديروها طبق يعني تقليدي، يديروه كل جمعة ولا يعني في المناسبات نتاعهم يديروا طبق الشخشوخة، سواء يحضروها في المنزل ولا يشريوها كما هكا جاهزة. بصح أنا ما يعني عمري ما جربتها كما يجربوها هما يديروها حارة، يديروا بزاف فيها صوالح. أنا غادي نديلها كما نعرف أنا. يا هنا عندي كمية نتاع الشخشوخة، هذه توبع في المحلات. عندي هنايا خضر، يعني خضره نتاع الطعام. انا اللي غادي ندير الرواه كيما غادي ندير الطعام عادي. وعندي هنايا الطرف نتاع اللحم نتاع الدجاج كيما راكم تشوفوا. انايا هنايا زدت البطاطا، كاين اللي حتى في الرواه نتاع الطعام يديروا البطاطا، بصح انا ما نديرهاش، بصح فهادي زدتها يعني باش تخطر لي تخطر لي المرقه نتاع الشخشوخه. اول حاجه نديرها، انا راني دايره البصله مرابيه مع الطوماطيش، راني دايرتها تقله مع الطوماطيش تاع المصبره. غادي نزيد عليها هاد اللحم، ونجيب الزيت ندير فيها هكا واحد زوج مغارف نتاع الزيت، نحكه فيها. انايا يعني القدره اللي راني ندير فيها المرقه فوقها غادي نفور هاد الشخشوخه باش تبنن لي بالبنه نتاع المرقه. اول تفويره راني غاديه نديرها، غادي نديرها كيما هكا، ما ندير لها لا ما لا والو. يعني ناس الشرق في التفويره الثانيه ولا الثالثه والله ما على بالي يديروا لها، يعني يشربوا الشخشوخه نتاعهم بالمرقه. يبان لي كيما هكا، يعني انا شفت فيديوهات الاخوات من الشرق، بصح انا قلت نخليها هكا ناشفه. كاين اللي يبغي ياكلها هكا ما يدير لها لا مرقه لا والو، وحنا نمرقوها كيما المرقه تاع الطعام، وحتى هي تجي شابه. يعني اللي ما يبغوش الطعام ولا يسيو هذه حتى هذه تجي شابه. والحمد لله راه توبع عندنا حنا هنايا في المحلات شخشوخه. كيما قلت لكم نخلي هذيك اللحم يتقلى لي مع البصله والطوماطيش. غادي نزيد الخضره، نبدي بالزوديه هي الاولى، نديرها مع الحمص راني دايرتها في المجمد، دوك نجبد شويه ونزيده ونمرق، وندير هذه تفور كيما هكا، ما نزيد لها والو، ما نزيد لها لا ما لا والو. ومن بعد نبقى نشربها كيما الطعام، واش هي الطعام يجي يعني يتشرب بكميه قليله تاع الماء، هذه نزيد لها غير شويه. المهم انا غادي نديرها التفر الاولى ونجي نوريكم كيفاش الكميه اللي نشربها لها تاع الماء. اخواتي في العطريه نسحق راس الحانوت، الفلفل الاحمر هنا راني دايره شويه حار، سكنجبير، الكرويه والملح. عندي هنايا ربيطان تاع القزبر، عندي القرفه عود خاطش لو كان نديرها غبره تكحل لي المرقه نتاعي، ووريقه نتاع الرنب. هاد الاضافات يكونوا اختياريه. كما راكم تشوفوا انا درت الحمص والزروديه يطيبوا، ومن بعد نزيد عليهم الخضره هذه اللي ما ترفدليش بزاف نتاع الطياب، ونزيد هنايا زعفران، ونذوق الملح الا خصني نعاود نزيد. البنات وهي هكا سخونه نرش لها الماء، ما تخافيش منها خاطرش دوكعت الشربه، بصح هكا كي تكون حاميه باش ما كيما هكا نبقى نزيد لها الماء حاميه، نبقى نرش. وكي نحسها شرباته كما راكم تشوفوا هي بدات الشربه،
وما تخافوش عليها تعجن، خاطر الضربه الاولى دهناها بالزيت. نزيدوا لها شويه تاع الملح باش تتملح، ونخليها تريح مليح وتشرب غايه وتنشف، عاد نفورها التفويره الثانيه والثالثه كما هكا. اخواتي هذا هو طبق الشخشوخه، كي فارت التفويره الثالثه دهنتها بالدهان يعني باش يعطيها واحد الطعم، ويزيد الفلفل اللي الحبات على بعضاهم. نوريكم كيفاش انا ما سقيتهاش بزاف، يعني شوفوا كيفاش جات على حبه، وزينتها بالخضره بحبيب وهكا شويه تاع البيض والتمر مع الاطراف. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، جربوها وعطوني الراي نتاعكم فيها في التعليقات. دوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم وسلام.